صافي هاتي بدات. شوف الخطر ما خصنا نشوف ميكسي ان شاء الله كل خير ان شاء الله فولكين بغي فولكين واحد هذيك السيده انا كنكونين واش كاد فلاش لي نيكو واش كي الحاش نكونين انا فلاش انا كنمشي التمران انا كنبغي كل شيء انا كنبغي كل شيء حقا الصيف هذا كاين الجمعيه ودريق شوني حجز لا وكذلك راه كنشكروا حتى الجامعه القرويه ديال ايتوبيا شاف الانسان ذات لا وحبت معنا الحمد لله ورحبوا بكم حتى انتم الله يجزيكم. المهم الاستاذ قدم لك واحد الاعضاء ديال قدم لك غير جهه استاذ شوف هنا المراه هي المراه شرف للتنميه المستدامه سي عمر ضيو للمنسق العام ديال الجمعيه ديال التنميه المستدامه سي عبد الكبير اجنطار امين المال ديال الجمعيه كنمثل هي ديال السكر هو سي عمر سي عرف حفيد عرب وحفيد نائب سيد امين المال كنشكرو وكنشكرو سي اوداد عضو ديال الجامعه ديال القراوي ديال ايت حد يوسف والاخوان المناضلين اللي معنا وهنا كنشكركم الله يجازيكم بخير بغيت تقدموا معايا واحد انا غير واحد الكلمه هي انا السيد الرئيس انا من الجامعه اولا اللي خاصنا نعرفوا حاجه واحده نتاكدوا عليها هنيئا لكم في هذه المنطقه هذه وفي هذه الدوور هذه بمجتمع مدني وبجمعيه سميتها اي تحدو يوسف التنميه المستدامه علاش؟ لان هذه الجمعيه هذه اللي تمثل السيد الرئيس ديالها دارت واحد المجهود كبير وهذه شهاده الله خصها تتقال الله يجازيك الله يجازيك لا بكل وضوح انا معروف على الصعيد الوطني بواحد القضيه اللي في قلبي على لساني تيسميوني غير المجدوب سيدنا الله ينصره الله ينصره ويطول عمره عطى واحد الاشارات قويه للناس اللي تيبغوا هذه البلاد فانا اليوم تنقولها للجميع تنقولها للرجال ديال المنطقه تنقولها للشباب اذا كان السيد الرئيس قدم لي رئيس الجماعه وقدم لي اخوان المجتمع المدني فانا تنقول لكم حاجه واحده اولا تنشكركم باسم هذا الطاقم ولا لاحظتوا بانني حرصت باش يجي الطاقم النسائي كل شيء مرأة ما كاينش الراجل في الطاقم الطبي باش نتوما تكونوا مرتاحين في تقاليدكم
وحنا نكونوا مرتاحين في الخدمات ديالنا. هذه الاولى. ثانيا راه خصكم تعرفوا اليوم دابا غنعيشوا عرس اجتماعي عندكم هاد الثلاث ايام. علاش عرس اجتماعي؟ لان هذه هي المبادره. شكون ها انتم ها حنا واقفين هنايا، شنو هما الركائز اللي بغى سيدنا للمبادره الوطنيه؟ شنو هما؟ بغى السلطات المحليه هي موجوده الحمد لله من خلال القوات المساعده ومن خلال الناس اللي صيفط السيد القائد. بغى يكون ممثل السكان، هو معنا السيد رئيس الجماعه اللي تنشكروه، لان هذه انا عجبتني بزاف ديال ان وجود رئيس الجماعه تساعد المجتمع المدني. هذه رساله قويه. واجب ولكن اسمع استاذي، واجب ولكن راك تبارك الله ادرى بان كاين اللي تيتخلى على الواجب. وفي المجال السياسي تنقول لكم هنيئا لكم برئيسكم، الله يطول عمره ويخليه لكم. هذه كلها كلنا ولاد البلاد. نعم هذه باينه، كلنا الرئيس من البلاد عمر عيد يوسف. لذلك حنا بغينا ننميو المنطقه ديالنا اللي هي عيد يوسف. هي اولا التنميه تقبيه. شو نعطيك فلسفه، تنميه المنطقه راها من 150% للفوق. علاش؟ كونكم غير نتوما عندكم النفس عليها راه بعدا خدات واحد القصة التنميه. انا شحال من المناطق مخلين عليها ماليها وانتوما مكاتشين. اذا باختصار باش ما نضيعوش. تفضل استاذ. غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا شنو راح يدوزو معنا بالنسبه للمواطن. احنا موجودين بسم الله. سكرات لاغراس. سكرات لاغراس. الطاقم الطبي. تفضل استاذ الطاقم الطبي الله يرضي عليكم. اديس نوري خلديان عافاك. اديس نوري خلديان. اديس نوري خلديان عافاك. هذه الجمعيه راه منتخبه على طرف قبيله كامله. المؤسسين ديال الجمعيه هذوما المؤسسين ديال الجمعيه. السلطات المحليه والجماعه ورسائل المراسلات المراسلات هادو هما اللي اسسوا الجمعيه. نعم حنا كندوار ممثلين ديالهم ودرنا جمعيه منتخبه من طرف القبيله 21 دوار. المبادرة السي عمر دايو المهم بعض الناس راه كنا الجمعية دارت واحد الخطوة عاونت واحد المريضة صغيرة الحمد لله. وعندنا المسائل ديال المندوب الإقليمي ديال وزارة التجهيز وجلسنا معاه المسائل ديال الطريق هذي وجلسنا مع السيد العام اللي كنشكرو تاع هو المساعدة العاملة. وهذا هذه هي المسائل. وهنا هذاك الأيامات اللي كنا كنجريو على الأوراق والوصف النهائي والوصف النهائي هذا كان رمضان وكنفطروا في القاعة ديال البحث الاستراحة. يعني المهم هذو كلهم الأتعاب اللي قاموا المهم المسائل اللي وهنا القانون الأساسي كما كتشوفوه هو هذا والقانون الداخلي والمراسلات هما كتشوفوهم. وثقوا بيا راه واحد الحاجة أنا ملاحظة في هذه الوثائق لأنه كاينين الجمعيات مدن والله ما عندهم التوثيق اللي كاين عندكم هنا في منطقة قروية. لأن أنا كنتواجد أنا في وسط ما نكذبش عين الدياب قول الحمد لله. علاش؟ لأن التوثيق اللي عندكم يدل على أنكم مثقفين. لا السيد الرئيس أنا نقول له السيد الرئيس صيفط لي جوج سفراء من الجمعية. صيفط لي واحد الأخ سميتو هشام هشام الكاتب العام وصيفط لي السي عبد الكبير والسي هشام. صيفطهم لي علاش؟ كرسالة عطاني إشارة قال لي علاش كل اللي تيمثلوا المنطقة سفراء السي عمر يعني مثقفين. السي عمر على الصباح الكبير تبارك الله عليك. كذلك الاخ يحيى واحد الاخ يحيى هو تا هو يعني انا نقول لك السيد الرئيس انت راه تتحقق في هذه المنطقه اللي ما حققوش هاني قال لك انت السيد الرئيس هذاك هو الاساس راه لولاه ما يكون لا مجتمع لا مدني لا والو. راه ما كان يتفيد راه وجوده الان معنا هذا شرف ليا انا وغنخلو معايا على الصعيد الوطني. ما تنساوش بان سيدنا الله ينصره انتم غتشوفوا التصويره زار هذه القافله وسلم على هذا عبد ربي وسلم على الطاقم وعطانا واحد التزكيه على اننا المستوى ويضرب. حنا فرحانين معاكم غير تنقبلوا هاد الناس باش ما ينساوش كلهم بان تنقسمكم الله هاد النهار ونبقى معاكم وخا نموت معاكم كلشي يستافد كلشي غيدوز ان شاء الله. هذا هو الاهم. صافي داكشي اللي بغينا ما تشوفوش الكرافطه راه غنزولوا الكرافطه غنوليو عاود الله يجزيك اعانكم الله اجلس.
المنطقه مقدمه.